الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه الأخيار. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم تحية صادقة، أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المباشر مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حسن الذي يشرفنا في هذه الحلقة والحلقات المتتالية من هذا البرنامج. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. اليوم طبعا تمر علينا ذكرى حبيبة إلى قلوب المسلمين، وهي مولده صلى الله عليه وسلم. أتى رسولنا صلى الله عليه وسلم في ظروف استثنائية، والأمة كانت بحاجة إلى رسول يضيء هذا الظلام، وجاء في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف نفسر هذه الآية، وكيف نرى ما بها من رسائل مهمة جدا للمرحلة القادمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني يا محمد، ما أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل شيء ما سوى الله تعالى يسمى عالمين. والعلماء قالوا رحمة للعالمين، منها إن زمان أي نبي ربنا يرسل رسول يرسل يغوم يرفض الدعوة بتاعته، ربنا يستعصلهم يقرطهم. ما يدون فرصة. زي غوم نوح كذب، نوح رسلوا الطوفان قرطهم. غوم هود كذب، هود رسلونا الريح الصرصر. غوم صالح عقر الناقة، ربنا رسلهم الصيحة. غوم لوط عمل الفاحشة، ربنا رسل جبريل داخل جناح تحت خمس غرة ولا فوق، جعل عليها سافله وامطر عليه حجاره من سجيل. اي نبي خلفه تعلم، اي قوم خلفه تعلم نبي ربنا يستوصل. مما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا وقف استيصال الامم، تكريم له. قال تعالى: واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كفر قريش بدل ما يقول اللهم إن كان هذا المنزل على محمد من عندك، مرسل من عندك، والقرآن ده من عندك، أهدينا ليه، كان مفروض أقوله كده. لكن عليه شاقوته، قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يتينا بعذاب أليم. ربنا رد عليهم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. تكريم اليوم لما كان النبي كان ربنا استعصله. أيوة، لذلك رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة والسلام. دي رحمة للعالمين للناس كافة بشيرا ونذيرا. ومن يعني المطلوب من احنا هنا، ولا الفقرة بتاعتنا شنو؟ اللي هو الاقتداء برسول صلى الله عليه وسلم. الاقتداء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، قدوة حسنة. وربنا رزق النبي حسن الخلق. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. العلماء قال تفسير الآية: فبما رحمة من الله يا محمد، بما رحمة من الله أودعها الله في قلبك كنت لين الجانب، تعامل الناس برحمة وشفقة وحنية، عشان كده حبوك ودخلوا في دينك أفواجا. ولو كنت فظا غليظ القلب، كنت قاسي القلب جافي الطبع، تعامل الناس بقسوة بعنف، كان فر من حولك. ولذلك الأخلاق الحميدة الناس حبوه ودخلوا في دينه أفواجا. ومن حسن خلق من الأمثلة إنما ما عملتم على الجاهل. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: مه. فقال: لا تزرموه. فتركوه حتى بال، ثم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله
والصلاة وقراءة القرآن، رواه البخاري. شوف المعامل الحسن دي، الرسول مع الصحابة قاعدين جوا المسجد، المسجد طبعا مفروش هنا رب خرسان رملة، يعرف طوالي جنب الرسول جنب الصحابة قاعد يبول، الصحابة قامت تستنكر الفعل ده، قاموا داروا يقوم مرة، قام لا تزرموا ما تزعجوا خلوا قرصوا فرملة متغازيلة، كانت بلي يبول في المسجد لكن ما قدر يتحرك، صدرت الأوامر هاي لا تزرموا ما تزعجوا خليه يبول. لغاية ما الرجل خلص بوله، وبعدك الرسول دعاه نصح إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وأمر بذنوب يجيبوا كندلوا بتعموا يكبوا فوقه. حتى العلم استفاد من الحديث ده، طلع من قاعدة، القاعدة بتقول الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها. بعدين شوف الحكمة، لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام خلص صحابي يقوش الزول ده، أول حاجة حيقوم جاري ودوم ده كل يتبلبل من البول، نمرة اثنين نقطة هنا نقطة هنا ما نعرف البول وين محل، نمرة ثلاثة بعد ما يدق الدقة النظيفة تاني عمره ما يدخل المسجد، يجي ماشي انت يكره المسجد يشرد منه. لكن شوف الأخلاق الحميدة. سبحان الله. طبعا نحن بحاجة إلى أنه الناس يقتدوا بهذه المحبة، ومعروف عننا يا شيخنا أنه في السودان أهل السودان معروفين قالوا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يعني ما شاء الله بيقتدوا بهذه الأسوة الحسنة. أيضا نحن حاجة إنه قلوبنا دي كيف نفتحها ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته. فعلاً لأن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام شرط في صحة الإيمان. الزول ما بيحب الرسول ما بيكون مؤمن. ولذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، الحديث صحيح البخاري ومسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني زول ما بيكون مؤمن كامل الإيمان إلا بعد ما يتأكد أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام فوق وتحت حب الآخرين. لابد هذه من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بسنته بأخلاقه بمعاملاته بالسير في طريقه وحبه وأصحابه واحترام أصحابه واحترام أحاديثه النبوية وهكذا. دين من علامة الحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف الإنسان يعني يخلي قلبه ينشرح لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعمال اللي بيساعد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمال الحية اللي بزلك كتر من الصلاة عليه عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، نكتر من الصلاة عليه والتمسك بسنته وتعظيم أحاديثه واحترام أصحابه وتوجيله والسير في طريقه ده. ومن يعني علامة يعني من فضائل حب النبي عليه الصلاة والسلام جاء من الأحاديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببته. قال أنس بن مالك فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببته. قال أنس فأن أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. سنعود إن شاء الله لهذا الموضوع مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، سنعود إليه إن شاء الله الموضوع ثاني. معنا أول هاتف في هذه الحلقة أبو خالد من بربر. مرحبا يا أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة بطيب بمرد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنت بألف خير إن شاء الله. تفضل. ايوه يا ابو خالد تفضل. حي الشيخ وحي برنامجكم الجميل، ان شاء الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. ان شاء الله. عندك سؤال يا ابو خالد؟ والله عندي سؤال واحد طبعا. أنا. نعم تفضل قول طوالي. طبعا المولد لابن المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا الفارسين قالوا حرام. الاحتفال بالمولد. المولد صلى الله عليه وسلم قالوا حرام تعرفنا. حكم الدين يعني. طيب انت داير الاجابه على هذا السؤال.
نعم أيوة. طيب شكرا لك يا ابو خالد. ابو خالد يمكن يكون السؤال اللي بيساله ده هو سؤال كل المسلمين بيحتفلوا بالمولد، حتى اصحاب السنه عنده خيمه جوا المولد، عنده خيمه جوا المولد في سمي على دار الخليفه والسجان، كلهم المسلمين كلهم قاعد يحتفلوا بيض كله طرقهم كله غالي، ما في زول ما بيحتفل بعيد النبي الا زول. هو يمكن يكون ابو خالد اول الناس اللي بيقولوا الاحتفال عندهم عليه بعض التحفظات في بعض المظاهر. اي ما نحن المظاهر نحن تكلمنا عنها الاسبوع الفات. نعم. نحن بدل ما نكرر كل سنه المولد المولد المولد، نحن ندرس السلبيات شنو والايجابيات. نعم. شنو. ونصلح كل سنه نصلح فيه لغايه ما يبقى مولد تمام. نعم. المطلوب هو ده تعبير طبعا عن فرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وميلاد للامه كامله. طيب نرجع للمحبه دي يا شيخنا، حقيقه كلامك كان فيها سرد جميل عن الاحاديث اللي بتدلنا على محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام. اي قال لي حب الحديث اللي قريناه ده، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولديه ووالديه والناس اجمعين. كذلك يختلف باخلاقه في معاملاته للناس. أيوة. زي الجاهل الجبال في المسجد ده برضه من اخلاقه معاملته مع الجاهل. ولذلك كان في راجل اول بيجيبوه بيشرب خمره يقيم على الحد وتاين يرجع يشرب يقيم عليه الحد. مره جابوه الرسول عليه الصلاه والسلام كان جالس جابوه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أضربوه. أبو هريرة قال فمن الضارب بثوبه والضارب بنعله والضارب بيده، لما اشتد عليه الضرب قام جاري. واحد من الجماعة من الصحابة قالوا أخزاك الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقول هكذا لا تعين عليه شيطان. شو زوج شارب خمر مرتكب أكبر الكبائر. نعم. من الخبائث مع كده الرسول عليه الصلاة والسلام ما رضى نحن ندعي. هاي شو تشرب خمر ما رضى ندعي، قال لا تقولوا هذا لا تقولوا هكذا لا تعلوا عليه الشيطان. يبقى نحن نقول اللهم يا ربي أهديه. نعم. مش الرقم لده بدل ما ندعي بالدعاء الكعب نقول اللهم أهديه اللهم توب عليه. هذا معناته قال الرسول إن نحن ما ندعي الدعاء الكعب. ما ندعي العاصي بالدعاء، مسلم عاصي ما ندعي بالدعاء الكعب، نقول الله يهديه ما نقطع فوقه. هاي طيب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم داير استعداد نفسي واستعداد بدني وكذا، كيف الإنسان يعني يستطيع أنه يعني يحقق هذا المبدأ؟ ايوه تحقق اللي هو طبعا يشوف الورد الحديث كثير في حسن الخلق. ولذلك عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقله في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه من حسن الخلق. وان الله يبغض الفاحش البذيء. شوف الحديث اللي احنا متمسكنا به. وحسن الخلق لخص العلماء في كلمتين اثنين. قال حسن الخلق والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. الإحسان إلى الناس. والإحسان كلمة شاملة عاملة كل ما ينفع الناس. أي شيء ينفع الناس ده تسوي لهم أتيت بحسن الخلق. وأي شيء ضر الناس قول أو فعل أو أي حاجة تضر الناس كفيت عنه أتيت بحسن الخلق. حديث ممكن زول ألف منه كتاب. ما من شيء أثقله في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله يبغض الفحش البذيء. زول في كلام فحش سفاهة إلا أدب يسخر من الناس يحتقر الناس يتكبر على الناس يقطع فوق الناس يسخر من الناس ده ربنا ما بيدور. سبحان الله. طيب نأخذ معنا أيضا مكالمة من أم درمان أم مازن. مرحبا يا أم مازن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يديك العافية إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. تفضل. بيصير البرنامج حلو وهادف. الله يفتح عليك. بس يعني لو سمحت عايزة رقم الشيخ. نعم. رقم الشيخ؟ عايزة رقم الشيخ بس. إن شاء الله يدوك له في الكنترول هناك، لو عندك سؤال احنا سألينا له على أساس إنه نوصل للشيخ الآن مباشرة، لو ما عندك ممكن الناس يدوك الرقم من الاستوديو. ايوه بس يلا انا معلي سؤالين في خارج عن اطار الحلقه. جدا ما مشكله تفضل طوالي. الله يديك العافيه. انا الحمد لله بصلي حريص على صلاتي تماما، بس يلا مرات كده اثناء الصلاه بلقى نفسي يعني كيف دخلت في عالم ثاني، يعني يكون ضغوطات الحياه مشاكل الحياه يعني ما عارف الحاصل شنو، ما كنت كده ما عارف الحاصل شنو. هل بيحصل لك شنو انت اصلا يا ام مازن؟ بكون يعني بصلي تمام عرفتها، يعني بصحى في مواعيدي بصلي الرغيبه بصلي الصبح، بس مرات في نص الصلاه كده بلقى نفسي يعني دخلت في برامج نفس كنت انا خاطب علي. بتسرح يعني في الصلاه؟ بتسهي؟ في سهو في الصلاه ولا بتنسي وقت المواعيد الصلاه ولا حاصل شنو؟
بصلي صلاه الحمد لله في مواعيدها ما قاعده اسويها. بس يعني في الاونه الاخيره دي يعني زي وسواس كده ولا شيء ما قادر اعمل. وسواس صراحه ما قادر اكمل حاجه. جدا جدا. خلاص فعلا بس يعني دار الغمسيات لان عندي حاجات شخصيه كده عايز يعني اخذ رايه فيها. خلاص انت ما تكفر الخط وخليك معنا في الاستوديو يديكم الرقم ان شاء الله. أم مازن تسأل قالت الحمد لله إنها مواصلة ومواظبة على صلواتها كمان. أيوة. لكن في الفترة الأخيرة بقت عندها بعض الوساوس. أي بس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان بتبلع حبوب من الأطباء الحبوب مرات بتعمل هلاويس هلوسة للزوج. لو عندها علاج دائم. أي ما أي عندها علاقة بالحبوب إذا بتبلع حبوب بتكون من الحبوب ما تتأثر ما تخافي منها. وإذا غير كده أقرأ آية الكرسي عند النوم. وقولي بسم الله تتوكل علي الله واحتصم بالله اعوذ بكلمات الله التامات اقرا الادعيه الماسوره ان شاء الله ربنا يبعد عنك الوسام. اليقين ذاته بالله اشهد ان متيقن يعني ما يكون عنده خوف. طيب رجعنا نحن لموضوعنا اللي هو طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم والتزام ب يعني اوامره وان ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ايوه صح. يعني برضه اشياء مهمه جدا جدا. طبعا من اطاع الله فقد من اطاع الرسول فقد اطاع الله، طاعه الرسول من طاعه الله. والرسول في الحديث قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه. الحاجه اللي ربنا يامرنا بها الرسول عليه الصلاه والسلام ناديها باخلاص وباتقان وبنشاط. نهانا عنه نجيب عنه. يبطينا كذا بدي الله. وهل ربنا تبارك وتعالى ذكر القرآن التقوى في القرآن كثير جدا. التقوى وما أعده لعباد المتقين. والتقوى فسره العلم ثلاثة كلمات. الخوف من الله أدى جميع الفرائض ترك جميع المحرمات. يبقى الزول لما يخش في قلبه أنه يعظم ربنا جل جلاله يكون قلبه مليان بعظمة الله جل جلاله خوفا منه. يؤدي الفرائض بقدر ما يستطيع يخشع فيها ويؤديها بإخلاص. ويترك المحرمات يبقى أتى بالتقوى يوم الغيامة ربنا ينزل أعلى المنازل في الجنة. إن شاء الله. نأخذ أيضا معانا من الجرير دياب. مرحبا يا دياب. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا الله؟ أهلا وسهلا دياب. الصحة والحلال. أنت يا دياب بتسمعنا أظن من التلفزيون، أرجو أنك يعني تكون بعيد شوية من التلفزيون. أنا طلعنا في الجامع بتاع الأنصار وصلنا له وقالوا نعم طلعنا في الجامع بتاع الأنصار وصلنا له وقالوا المولد النبوي الشريف ده ما تنفذوه حرام وقضايا حرام وما تعملوا أي كرامات للمولد النبوي الشريف ده وهو حرام. أنا عايز أوجه السؤال ده للشيخ. لو كنت متابع معانا قبل شوية أخونا أبو خالد من بربر سأل نفس السؤال ده. نحن لو قلنا سؤالنا في شغلنا النهارده في القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخلافات الدين أتركها نخليها جانب. نحن نرجو من الإخوان يسألوا عن كيف نحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ننال السعادة الكبرى في الدار الآخرة. لكن نقول نكرر كلام بس تكرير بدعة ما بدعة ما بيستفيدنا بشيء ولا بيستفيد السامع بشيء. وفي النهاية الأعمال بالنيات طبعا راح تكون لكل امرئ ما نوى. الواحد يعني على الأقل يشوف المفيد شنو يعني وما يخالف السنة. ما يخالف السنة. طيب نحن افتكر انه المواسم الناس يستفيد من مواسم العبادات. مواسم العبادة برضو مفيدة جدا يا شيخنا عشان الزول يقتدي بالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الموسم. الى اي درجة يمكن احنا نقول السيرة النبوية مليئة بهذه الاحداث؟ الواحد يستفيد من القصص النبوية والامثال اللي ضربتها لنا قبل شوية حتى تقول لنا عظات امامنا. اي فالاقتداء بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن لو نقرا الاحاديث اللي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام يكون قدوة لنا. من عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء لما فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنة يعني ده حسن الخلق. نتعامل مع الناس. نبتعد من ادعاء الناس. الغيبة النميمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجيب سيرة زول بالبطل ولا كان يرضى. كان ما يرضى ان واحد يجيب سيرة زول من اصحابه قدامه. نهاهم. هاي ندخل الى اصحابي نظيف ما في زول معنا الحديث يذكر لي عيب زول من اصحابي قدامي. ولذلك دي القدوة الحسنة. ومن القدوة الحسنة في ما عملته للنصيحة نقدمها للناس. ولذلك من النصائح انه قبل الهجرة لمكة
كفار قريش قعدوا عدد من الصعاليك في مدخل مكة. قال لهم أي زول يجي داخل مكة حذروا من محمد. جاء زعيم طوالي زعيم كبير من جماعة العرب اسمه ضماد دي داخل مكة. قالوا له يا شيخ في زول في مكة ظهر اسمه محمد بيدعي أنه مرسل من عند الله لترك عبادة الحجارة إلى عبادة الإله الواحد الأحد. أعمل حسابك منه فإنه مجنون. شوف الكلام ده. أيوه. الرسول الزول ده الزعيم ده دخل مكة قال له إخواننا أنا ما قعد علي المجانين لو جبت لي محمد ده ما بعالج ليكم. طوالي قبل له الرسول عليه الصلاة والسلام. أول ما شاف النبي قال شنو يا محمد إني أرطي من هذه الريح وأن الله شفى علي عدد كبير من الناس لو شئت أرغيك وعسى الله ربنا يشفيك. ده معي كلامك. أيوه. الرسول هل تهيج فوق قال لي يا عرب يا فعلتك يا تركتك أنت وشنو أنت جابه. الرسول طبعا الكلمة قال شنو إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد. طبعا العرب انبهر قال لي عد علي كلماتك هؤلاء فعادهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال الرجل لقد بلغ لقد سمعت قول الكهنة وقول الشعراء وقول السحرة فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه رسول الله صلى الله عليه الإسلام وقال له وعلى قومك قال على وعلى قومي. شوف دي الأخلاق الحميدة اللي نحن نخاطب بها الناس. شوف الرجل ده جاي على زعم كفار قريش إنه يعالج النبي الرسول في ثلاث دقائق أقنع. حل الرجل ده من كافر ملحد مشرك بيعبد الحجارة إلى ظلم واحد أداعي إلى الله تعالى مش هدع عقومه على الإسلام دخلوا كلهم في الإسلام. السبب شنو حسن المعاملة. أي نحن المطلوب نقتدي الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة في وعظنا في إرشادنا للناس نبتعد من العنف والشدة والغيبة والسخرية وننصح كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن لو اقتدينا بالرسول في موعظة رشاده للناس ومعاملته للناس ما كان بنحتاج لحاجات ثانية كده. نعم وده الفرق ده احنا الآن يا شيخنا في حياتنا اليومية يعني لو طبقنا هذا المنهج في حياتنا اليومية حتى في مأكلنا وشربنا وفي تجارتنا وفي تعاملنا مع الناس الآن احنا فاقدين الوعظة ده فيما يتعلق بالقدوة الحسنة فعلا يعني الليلة الجيل اللي شايفينه احنا جيل يعني مختلف يعني حتى اطلاعه على السنة والسيرة بسيط وقليل جدا ضعيف هاي صح ضعيف وبعدك الألفاظ اللي هي نحن ما بننصح بالتي الأحسن اللي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. في أحد بيدعو بالسخرية والاستهزاء وحياتك بالعنف والشدة وكذا لا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب معنا أبو خالد ثاني من راجع علينا أظن عنده سؤال ما قبل ما تذكره. أهلا يا أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بقى لي سؤال ثاني يعني. تفضل. حييكم وحيي الشيخ. نعم. تفضل يا أبو خالد. عندي سؤال واحد أنا. هو عن زور الميت إذا مات يوم الجمعة وصلوا عليه صلاة الجمعة. هل يجوز ثاني يصلوا عليه في المغازل ثاني؟ كويس. صلوا عليه هو خلاص ماشي. يوم الجمعة. واضح. طيب السؤال واضح للشيخ أنا رغم أن أنا ما فهمته لكن خلاص الشيخ قال فيه. يعني قال زول في يوم الجمعة أنا صلوا الجمعة جاب الجنازة صلوا عليه وصلاة الجنازة هل تاني يمشي يصلوا عليه صلاة الجنازة في المغابر؟ لا خلاص صلوا دي ونصل في الجامع كمان يكون عددهم كبير صلوا عليه وده زول سعيد صلوا عليه المصلين مع صلاة الجمعة يمشي دفنه طوالي ما يعيدوا صلاة عليه. واضح ان شاء الله يا ابو خالد. كمان في بشاره ثانيه ان زول بيموت يوم الجمعه يا رب ان يقيهم من عذاب القبر. يوم الجمعه وليله يوم الجمعه وليله الجمعه. أي. سبحان الله. شكرا لك يا ابو خالد على السؤال والتوضيح ايضا من شيخنا الجليل. طيب نحن دارين نجي لنقطه مهمه جدا ومحوريه يا شيخنا اللي هو اتباع السنه الفعليه والقوليه. ايوه. فعلا في سنه هي سنه قوليه، سنه فعليه، سنه تقريريه. سنة التغريري نشوف الرسول يشوف الشيء يغرى عليه ما يعترض عليه القولية بالكلام فعله عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام دي كلها سنن نحن اللي اتبعناها والسعداء في الدنيا والآخر به من الأخلاق يعني اقتدينا به بأخلاق. ولذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي
وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال يا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. شوف الحديث، إن من أحبكم إلي، يعني أنا بحبهم وقربكم مني مجلسا يوم القيامة، الرسول يحبهم يكون يوم القيامة قريبين مجلس، أحاسنكم أخلاقا. وده المحور الأساسي، هذا المحور الأساسي. الناس المفروض الأول كيف عنده يعني؟ أي نعم. في عندك سؤال؟ لا لا، بس نحن سنعود إلى مشاهدينا الكرام بعد الفاصل، لأنه زمننا خلاص في الجزئية الأولى دي. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام مع شيخنا الجليل لإتمام ما تبقى من هذا الحديث وشرحه. سنعود إليكم بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا شيخنا فيما يتعلق بشرح بعض النقاط المهمة جدا في الحديث حول اتباع السنة القولية والفعلية، وتحدثنا عن المتفيقهون أو المتفيقهين. بديت تشرح في الموضوع ده، وأظن فيه باقي حديث أو شرح. أنا أعيد الحديث من الأول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال يا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي وقال حديث حسن. شوف الحديث، إن من أحبكم إلي، ذكر من النبي. أيوة. الناس اللي أنا بحبهم يكونوا قريبين من مجلسي يوم القيامة، من شفاعتي، من درجتي، من مجلسي، أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق شرحنا في أول الحلقة، العلم لخصوا في كلمتين اثنين، قالوا حسن الخلق الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنه. الإحسان أي حاجة تنفع الناس تصلح الناس دي إحسان تديهن هي، وأي شيء يضر الناس كف أذاك عنه. أتيت بالاثنين ديلا، أحسنت إلى الناس بهم كل ما يسمى إحسان، كفيت أذاك عنهم، أتيت بحسن الخلق يوم القيامة تكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. إن من أحبكم إلي وأغربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون. السرسار قال هو بيتبع عيوب الناس ويتحدث عنها، بس يتبع عيوب الناس، بس يلقى صغر في زول فلان قالوا هو فيه كده يمسكه، فلان كده يمسكه، بس يتبع عيوب الناس. ده السرسار يبحث يفتش عيوب الناس حدد بها. المتشدق اللي هو يتدخل في ما لا يخصه، ونحن بلغتنا البلدين نقول عليه اللبض، أقول لك فلان ده لبض، بس يتحشر في أي حاجة يتحشر فيها. ده المتشدق. والمتفيهق المتكبر. الرسول فسر علينا قال المتفيهقون المتكبرون. والمتفيهق خاصة قال البقعد يقعد في المجلس يستلم المجلس، ما عندي فرصة لزول يتكلم يحكي قصصه، قصص شيء كضب شيء في شيء يملأ لك المجلس، وشيء كضب وشيء هنا يبدأ متفيهق. وكمان يحكي عن بطولاته، فلان أزول قال لي كديت لي بني رميت لي غادي، أنا كمان أسكت ليه؟ ليه بطولاته ويش؟ ده المتفيهق. الثلاثة ديل، السرسار والمتشدق والمتفيهق، ديل بعيدين من درجة الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس ما جايبين خبر الكلام ده يا شيخ. يعني افتكر إنه الناس حقه ينتبهوا لهذه المسائل. طبعا دي أخلاقه عليه الصلاة والسلام سيرته. يعني كيف الناس يكونوا قريبين وواضح بالأحاديث وفي السنة؟ وضح لنا. أي الصحابة رضوان الله عليهم يعني كان يعني بيختدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في كل معاملاته في كل أخلاقه، لكن نحن مقصرين الحقيقة. المفروض نحن نسعى نتبع الحديث اللي بتدعونا في سيرته وأخلاقه وحسن معاملته ونقتدي به، ثواب عظيم ويحبنا ونكون قريبين من درجته وقريبين من شفاعته. وطبعا ده بقونا الحديث عن الأسوة الحسنة. نحن الأسوة الحسنة حتى في البيت تكون موجودة، في المسجد تكون موجودة، في العمل تكون موجودة. الآن الأشياء دي مفقودة يا شيخنا. أي صح، في كل حاجة نزول كده يتعامل مع الناس معاملة حسن، التواضع،
وصفاته من حسن الخلق من التواضع الرحمة الشفقة أرحم من في من راحمون. قال عليه الصلاة والسلام أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. من لا يرحم لا يرحم. أي من ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هذا كل هذه من الحياة اللي هي تدعو المسلم أنه يتأدب بأداب النبي يصير في طريقه في معاملته في أخلاقه. دي محتاجة للعلم يا شيخنا والناس الآن بعيدين من العلم. كيف الطريق والسبيل إلى المعرفة؟ بس الناس كيف يستمعوا ويقروا؟ يستمعوا للمحاضرات في محاضرات كثيرة تقام في الجامع. تلقى ما شاء الله في صلاة المغرب الجامع ده مليان. يا أخوانا في شيخ فلان الفلان حيديكم محاضرة أو الرجل الجلوس للاستماع للمحاضرة. بعدك فوت يفضل 30 نفر 40 نفر. ثاني قال صلاة العشاء الجامع يتبين من الحيطة للحيطة. ما في وعد. نعم. بين المغرب والعشاء ما في شغل. لكن الناس ما بتحمل. العلم موجود والناس الدعاة ما شاء الله في الجامع شغالين في المواعظ وكذا. لكن الناس بيستمعوا. الناس مشغولين بالدنيا يعني. أي. طيب لأي درجة يمكن الإنسان يدي وقت يعني العلم ده ما واجب إنه زول يعرف صح؟ طبعاً فرض عين فالعلوم قالوا ثلاثة علوم فرض ما بيعذر بها يوم القيامة. ثلاثة علوم دي نمرة واحد معرفة الله جل جلاله وتوحيد الله. طبعاً معرفة الله معرفتين. المعرفة الأولى معرفة حقيقة ذات الله دي لا يعرفها إلا الله. المعرفة الثانية معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. هاي دين لابد المؤلم لابد يعرفها من صفات الله صفات القدرة صفات الأسماء الله الحسنى. نمرة اثنين يحفظ سورة الفاتحة عن ظهر قلب لأن الصلاة لا تصح بدون حفظ سورة الفاتحة. نمرة ثلاثة يعرف من أحكام الصلاة الطهارة كيف الغسل ومتى يغتسل وكيف كيفية الغسل كيفية الوضوء الصلاة الركوع السجود كل ما يتعلق بالصلاة ده فرق لا يتعلم. كذلك العبادات الثانية الزكاة الحج قدر اللي بيصحه بعبادته وعقيدته ده فرض. ما فرض عليك تحفظ القرآن كله. قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. لكن العلوم الفرض دي ما بتعذر في يوم الغيام. يوم الغيام ربنا ما بيسألك ليه ما حفظت القرآن كله لكن يسألك ليه ما حفظت سورة الفاتحة. ليه ما تعلمت كيف تتوضى كيف تصلي الصلاة صحيحة. هاي في نادبيض ما بيعرف ما بيحسن الوضوء ما بيحسن الطهارة ما بيحسن كده دي ما بيعذر بها يوم القيامة. لازم يتعلم لأن من علوم الفرض. يعني الحكاية دي الناس فعلا جاهلينها جهل شديد جدا ومشغولين مع الدنيا وجري العمل وكذا لكن في النهاية يحاسبوا عليها كما ذكرت. طبعا يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذات الطريق سهل يعني تسهل لك الاشياء يعني تزيدك محبه في النبي. نعم وده الموضوع الاساسي احنا صحيح يعني نذكر الناس باهميه الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم واثره الباقي بالنسبه لك انت هذا فيها ثواب كبير. يعني ولذلك من الحديث الوارد الكثير في فضل الصلاه على النبي عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشرى. قلنا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشرى. قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه بمثلها. رواه الإمام أحمد قال ابن كثير وهذا إسناد جيد. شوف ده فضل النبي. يعني يا مسلم تصلي على النبي مرة واحدة ربنا يكتب لك 10 حسنات وتتمحي منك 10 سيئات وتترفع لك 10 درجات ورد عليه بمثلها زي ما صليت على النبي ربنا يصلي عليك وصلاة الله لك رحمته وهدايته ومغفرته. يا سلام هذه كلها في وتزيدنا في حب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هنرجع عليك يا شيخنا للصيغة المثلى للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معنا صفاء من الثورة. مرحبا يا صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا بسأل يعني المولد ده جهجهونا فيه والسنة جهجها كبيرة مالو؟ الناس بيقولوا لنا الثلاث والناس بيقولوا حرام يعني فقالوا الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضروري يكون بالطار وبالدب وبالمدعي. دارين نشوف يعني رأي الدين في الحتة دي. انت لو كنت معانا لكن احنا ما في مانع انه الشيخ الليلة يوضح لنا طالما جاتنا 3 أسئلة نخلي الشيخ يقول لنا كلمة مختصرة كده في المسألة دي. صفاء أيوة. عندك سؤال ثاني؟ ايوه عندي سؤال ثاني بس يعني معليش انا عندي بتجيب الحتة بتاعت الطين
ماله؟ يعني بتقيس صغير بتقيس تاكله الطين، يعني اي دولاب بتلقى تاكله. فانا ذاتي اتعودت انه لازم بدلنا يعني حاجه ثابته الا لازم ناكل التراب. فكان نفسي بيقول لي حرام يعني، ما عارف انا رأي الدين في الحته دي شنو. انت برضه بتاكلي معاه التراب؟ ايوه يعني لو لقينا الطين بناكله انا وبالتين ناكل الاثنين الطين. الطوب بتاع الطين بتاع البحر ولا اي تراب؟ ايا كان طين، بس المهم طين كده لازم ناكله يعني ما عارف. يعني بنتك عادتك انت كمان. يعني اللي هي قال يمكن يكون يعني نقص في حاجه كده بعينه. دي معناها محتاجه لمراجعه الطبيب اكثر من انها. ما اعرف رايي. جدا جدا. الشيخ حكايه التفرع اذا قلت ثلاثه اسئله. طبعا هنا ده باختصار شديد. ايوه. من تاريخ القديم اختلف العلماء في الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاه والسلام. بعضهم اجازوا. وذكروا أدلة كثير، بعضهم قالوا ما جايز لأن الرسول ما احتفل به ولا الصحابة وكذا، أي فيه يعني خلاف بين العلماء. لكن الحمد لله يعني هسه أنت لما تلاحظ الحال بيحصل في المولد، تمشي ساحة المولد إذا كان السجانة ميدان الخليفة الخرطوم بحري، يعني تلقى الساحات بتاعت الشيوخ دي تلقى في ناس بيعملوا في محاضرات ويوعظوا في الناس، وتلقى جانب النسوان بيجاي كده براهن ورجال بيجاي براهن والشيخ بيوعظ في الناس، الخيمة الثانية تلقى بيمدح في النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. يعني والحمد لله ما قاعد يحصل منكرات قتلي ولا سلبي ولا نهبي، بالرغم من الآلاف في الميادين دي كلها، دي كلها ببركة النبي عليه الصلاة والسلام وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام يعني هي تقول المديح كعب بن زهير. كعب بن زهير ده يوم بعد فتح مكة الرسول كان أعلن في عدد من الكفار، أعلن به قتلهم طوال لأنه كان به النبي وكان بيحرض الكفار لمحاربة الإسلام وكده. الرسول أباح دمهم، منهم كعب بن زهير. كعب بن زهير فضل من دسي من دسي عشان واحد من المسلمين لا شاب طوال وكده. أخو قال له يا زول أنت لما شد حتى استنكرت غيرت شكلك ومشيت قعدت جنب النبي واحترفت احتذرت ليه وقلت له أنا توبت بيقبل توبتك عافيك. طوال كعب بن زهير تنكر مش قعد جنب النبي. قال لي يا رسول الله لو جاء لو جاء 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 أخا كعب لو جيت جاء أخا كعب بن زهير مسلما تائبا مقلعا تقبل توبته؟ قال نعم. طوال قال لي يا رسول الله أنا كعب بن زهير. واحد من الصحابة طوال شال السيف ده، الرسول قال دحه عنك فقد كان تائبا مؤمنا مقلعا مسلما. خله طوال يشوف كعب بن زهير قاعد جنب النبي. قال القصيده بتاعته قصيده طويله اسمها بان السعاد. وبدا يتغزل بالناقه بتاعته. بعد ذاك في الاخر مدح النبي قال نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مامول، مهلا هداك الذي اعطاك نافله القران فيها مواعظ وكذا. نعم. قال نبئت قال ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. الرسول اداه برده، البرده دي تقدروا بالعبايه وقطعه جمال. نعم. نعم. البرده دي كعب بن زهير جاء في خلافه معاويه بن سفيان اداه ملايين الدراهم عشان يشتري ابو ما يبيع عليه. بعد كعب بن زهير مات جاء معاويه اشترى من ولاده. يبقى اذا كان المديح ممنوع كان الرسول خلى كعب بن زهير يمدح وقاعد جنبه ويمدحه كمان بدا بالغامي تحته بان السعاد وقلبي اليوم مبتول متيما من اسريها مبتول. يعني القصيده طويله لكن ما حفظ منها شيء. لكن قصيده طويله مدح الناقه بتاعته ومدح النبي عليه الصلاه والسلام. لا قال له لا تمدح الناقه ولا تمدح ما نشدد في المواضيع دي اخواننا. بسط الحياه جدا. جزاك الله خير شيخ. طيب هي قالت كلام لكن انا شايفه انه هو اتجاهه للطب اكثر من انه للفقه يعني. ايوه. قالت هي وبنتها بياكلوا التراب. قالت هل فيه يعني مخالفه او حرام اكل الطين؟ اي هي طبعا في بعض الاطفال الصغار بياكلوا طين التراب ده تقيس التراب ياكل اي تراب يلقى قفله ما في ذول منه شايفه يا اكل التراب. دي بيكون نقص فيه ماده من الحديد الاطباء. اي في حاجه ماده ناقصه. في الحاله دي هي تسوق بيتها تمشي للطبيب كده يدون دواء قال له بدل الماده دي التراب ده ما في ماده. الماده دي جسمه محتاج ليها. يدوها البديل بدل ما تاكل التراب يكون فيه وساخه يكون نجاسه. نعم. تمتر طبيب بس موضوع سهل يعني. نعم جزاك الله خير. طيب نرجع لحديثنا وموضوعنا عن اثر الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. بدينا الحديث في شرحها. ايوه انه فيها يعني
عظات وفيها ايضا افضال كثيره واثار طيبه للانسان. أيوة. انت قلت ترفع عن السياق بتاع افضل السياق. انا افضل السياق طبعا السياق على النبي عليه الصلاه والسلام كثيره، افضل اللي هي الصلاه الابراهيميه بنقراها في التشهد. نحن في التشهد الاخير قبل ما نسلم بنقرا التحيات، بعدك نقرا الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. دي افضل صيغ. لكن العلماء قالوا لو صليت باي صيغه ربنا يقبل منا. لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ماشي، وقلت صلى الله على محمد ماشي، وقلت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ماشي، وقلت صلى الله على سيدنا محمد ماشي. هسه عندنا علماء الحديث لما يكتب الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف صلى الله عليه وسلم دي صلاه برضه. صلى الله عليه وسلم هكذا صيغ كثيره بكل صيغه صليت اللي هي افضل. وبعدين عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يا سلام. في حديث ثاني عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راغم انفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي. يبقى رغم انفه يعني ندمان سف التراب، نخرت من مربطه في التراب الملخبطه بزباله البهائم. دمنه سمع سيدنا النبي ما صلى عليه. يبقى في اي مكان في تلفزيون في اذاعه في اي سمعت اسم النبي تقول اللهم صل على سيدنا. حتى في اثناء خطبه الجمعه؟ اثناء خطبه الجمعه شوف ممنوع، شوف الكلام يوم الجمعه ممنوع. ممنوع ذول الامام لما يبتدى الخطبه ممنوع تسبح، ممنوع تقرا القران، ممنوع تعمل اي حاجه، لكن في حاجه بس ابا حول العلماء قالوا خطيب الجمعه لو جاب اسم النبي تصلي على النبي في سره. بس ما تنطق يعني. في سرك تصلي على النبي ما تجهر بها. طيب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها علاج وشفاء للأبدان. طبعا فيها بركة كثيرة، اللهم ثم تدعو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، فيها بركة وفيها خير كثير يعني. وبرضه من فضلها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فوقهم مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبقي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سمى الوسيلة حلت له الشفاعة، معناته أنت لما تسمع المؤذن تحاكي الأذان، الأذان أول ما ختم تصلي على النبي، بعدين تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقول الكلام ده قال حلت له شفاعتي. المشهور راح الحديث قالوا معنا حلت له شفاعتي، قالوا استحق الشفاعة، نال الشفاعة، وجبت له الشفاعة. طيب هل في عدد معين في اليوم والليلة الواحد يذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون له شفاء ودواء وتكفيه؟ ما عنده حد، قدر ما تقدر تكثر، قدر ما تقدر تكثر، عمل لك فريد 10 20 30 40 50 100 ما في مانع. كل يوم 100 صلى على النبي عشان كمان تدي فرصة للأذكار الثاني. يعني الصباح ومساء ممكن تقول يصلي حسب ما يقدر يعني. تعمل لك فريد ثابت كده. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم جاءنا برساله عظيمه ونهجي بديع صحيح. وده بيحتاج منا انه نحن نعظم هذا المشروع حتى انه تكون يعني نوايانا موجوده وحاضره في الذكر وفي الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعظم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نعظم بالتوغير والصلاه عليه واحترام سنته واحترام احاديثه النبيه، الاحاديث اللي نسمع الاحاديث النبويه نحترمها ونصدقها لانه جاتنا من النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لسه في ناس كثيرين بيطعنوا في الاحاديث، حتى الاحاديث الوارده في صحيح البخاري اجمع العلماء على ان ما في صحيح البخاري ومسلم هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كده فالناس يطعنوا، وناس لا عائد فينا الحديث دي ولا شيء، بس همه نطعن وكده. فناس بينكروا نعم القبر وعذاب القبر مع انه وارد في الاحاديث الصحيحه المتواتره. اي ولذلك الامام احمد قال لا ينكر نعم القبر وعذاب القبر الا ضال ومضل. اي بنكر الاحاديث الصحيحه الوارده في عن النبي في نعم القبر، عشرات مئات الاحاديث ينكروها. وطبعا الناس الان بيتعرضوا للعلم بشتى الاشكال، يعني في كتب
يعني وفي مراجع بتلقاها في الانترنت وكده، دايرين نشوف المراجع الاصليه اللي ممكن الزول يلجأ لها في شنو في الاطلاع. شوف الانترنت ده كمان سهل للزول، زمان كان الزول يمشي المكتبه ويقطع مشوار ومواصلات ويفتش طلع كده، بس انت اي حديث دار تعرف صحته ضيق ضيق تطبق يجيك الحديث صحته ودركته. العلم يتيسر هسه، نعم متيسر وسهل. اي مشكله دايره تضرب بتليفونك ده يديك الحديث، هاي سمعت لك حديث سكت في الحديث ده طوال طق طق يجي درجه الحديث. يعني المساله دي اصبحت ما دار قدوه حسنه يا شيخ، منو يرشد الناس بالدرجه الحسنه. دار كمان الزول كيف يعني يكون عنده حب للاحاديث وحب للقران. ما في زول تلقاه مثلا ما يتضايق، في ناس تلقاه يتضايق من سماع القران. سبحان الله، ما يحب يتضايق. ده من شنو يا شيخنا؟ الغران بغت القلب، قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تغت القلب، تخلي الزول ما بيتاثر به لما نستمع للقران. وشوف يعني الانبياء دول مش جنتهم مضمونه ونجاتهم من النار مش مضمونه، مع كده بيخافوا من الله. شوف في اخر سوره مريم قال تعالى اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. شوف خروا سجدا وبكيا، دي الرسل الانبياء جنتهم مضمونه، مع كده لما يسمع القران يروح باكين. نحن لا جنتنا مضمونه، ما بعد ما بقدر اضمن ندخل الجنه والله ينجي من النار. يبقى نحن الاولى بالبكاء والخشوع عند تلاوه القران والبكاء عند تلاوه القران. شو ديلا يعني جزاك الله خير. الرسول عليه الصلاه والسلام معلش نعم عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران، فقلت يا رسول الله اقرا عليك القران وعليك انزل؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري. قال فقرات سوره النساء حتى أتيت على قوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. قال فقال لي حسبك، فرحت راسي عينت قال رأيت دموعه تسيل. يا سلام. الرسول بكى صلى الله عليه وسلم من سماع القرآن من عبد الله بن مسعود. يا سلام. يبقى نحن عشان قلوبنا تكون صافية وكذا نتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نكثر من قراءة القرآن، نعظم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح نعمل بها، الحديث ما صحيح بينوها لنا العلماء، العلماء جزاهم الله خير، ربنا اداهم العقلية عجيبة، فسروا لنا الأحاديث وشرحوها لنا دونوها لنا، وأسعى يعني ما في أسعى الناس علماء كثيرين اكتشفوا الذرة واكتشفوا الحياة دي، لكن علماء الحديث دي لا يعني المرحلة اللي وصل لها ما أظن في ذول وصل لها. كيف؟ الإمام أحمد أنا قريت عنه وسمعت من كلام منه إنه كان يحفظ مليون حديث. مليون حديث. مليون حديث. سبحان مش يحفظ أي كلام نحن عن أبي هريرة عن النبي لا، بينه وبين النبي خمسة أنفار. والخمسة أنفار دي عارف تاريخهم، عدسنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة. يا سلام. شو ده؟ جزاك الله خير. عجيبة ربنا. نعم. جزاك الله خير شيخنا الجليل على هذه الإفادات الطيبة والنيرة دائما في هذه الحلقات المتسلسلة من برنامج فتاوى. نشكركم مشاهدينا على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم من برنامج فتاوى. تحيات لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.